هلا، أنا ثامر من قناة ميجا فيلم، واليوم راح أقدم لكم الجزء الرابع عشر في سلسلة أفضل ما يمكن أن تشاهده في نتفليكس. في هذه السلسلة نجيب لكم عشر أفلام غالبا تكون مي مشهورة وأيضا ما تكلمت عنها في المقاطع السابقة. وقبل أروح إلى المركز الأول، راح أعرض لكم عشر بوسترات لأفلام تكلمت عنها في قوائم مختلفة، ولكن من حسن حظكم إنها موجودة في نتفليكس. غير كذا الأفلام الموجودة هنا جدا بطلة، وكل فيلم قصته غريبة. أعيد وأكرر، كل فيلم في هذه القائمة قصته بطلة وغريبة. عندك فيلم ومسلسل اكتبه تحت بالتعليقات، وراح اعلن عن ثلاث فائزين نهاية المقطع القادم. I think we should turn ourselves in. Wait, what are you? What's with the pockets? I'm showing them I'm unarmed. احيانا تقول ودي اشاهد فيلم ما يكون صعب وفي احداث كوميديه ويكون اكشن. هذا الفيلم بالتاكيد وجهتك. الشخصيات هذه اللي كانت بالفيلم كانت ضمن مسلسل كوميدي احبه جدا اسمه Workaholics، ويعتبر مسلسل مظلوم جدا. اذا حبيت هذا الفيلم متاكد انك راح تحاول مشاهده المسلسل ايضا. المسلسل طبعا منعزل عن هذا الفيلم، يتكلم عن ثلاث اصدقاء وكل واحد منهم اغبى من الثاني، يتمنون يسوون لعبه جديده. يتم اختطاف اللي يدفع لهم المال على اللعبه، يحاولون بطريقة كوميدية إنقاذ هذا الشخص. من المسلسلات اللي لو تحب الأكشن والكوميديا راح تفضل مشاهدتها. احيانا في ناس تسرق، ولكن في هذا الفيلم العكس تماما. ناس مبدعين جدا ويعتبرون رياضيين ودائما يسرقون وما في احد يقدر يمسكهم. خلال هذا الفيلم يحاولون مجموعة من امن الدولة للحاق بهؤلاء المجرمين اللي تسببوا في انهيار اقتصادي عالمي، مما جعل الامساك بهم امر صعب جدا. راح نحاول معرفة اذا كان يقدرون يمسكونهم ولا لا. فيلم اكشن جميل ولازم تشاهده. The only thing we can do now is get as far out of town as possible. أنا من النوع اللي يسمي نفسي المكتشف. شاهدت هذا الفيلم قبل بس ما توقعت انه موجود في نتفليكس، وقلت ابي احطه في قائمة من القوائم. دخلت نتفليكس ولقيته موجود. لازم يكون معنا اليوم. يعتبر فيلم مو مشهور وعجبني جدا. لو تحبون افلام الجريمة هذا الفيلم لك بالضبط. يتكلم عن قاتل مأجور تصير له اكثر من مشكلة، يصاب بالسرطان ورئيس العصابة يحاول يغدر فيه، من طرف اخر يحاول انقاذ الفتاة الحزينة من العصابة. الامر اللي راح يخلينا نعيش فيلم مليان باحداث كثيرة صعب تفويتها. This kid, he's hysterical. You know what he did yesterday? He took himself a cab up to the Bronx. Instead of paying, he whips out your badge and he says, "Police business." باختصار فكرة الفيلم لوحدها خليك تشاهد الفيلم غصبا عنك. الفيلم يتكلم عن واحد يحب السرقة ويعتبر محترف جدا، لدرجة انه سرق من شرطي اشارته وركب تاكسي وراح للمكان اللي يبيه. وقت الدفع قال مع نفسك. تبدأ قصتنا بعد رجعة الفتاة اللي تخليه تحت ضغط ما بين السرقة والعصابة وبينها، ويبقى السؤال وش راح يصير بالضبط. فيلم مميز ولازم تعطيه فرصة. Nothing, all the money down. يعتبر من أوائل الأفلام اللي شاهدتها واللي من وجهة نظري جدا مظلومة. أحيانا إذا كان عندك منصب حلو تبعد عن المشاكل وتحاول العيش في هذه الحياة، ولكن جيم يسوي العكس تماما. جيم دكتور في الجامعة، عنده مشاكل الإدمان في القمار. جيم دائما يتسلف من ناس كثير. تبدأ قصتنا بعد ما تورط مع عصابة خطيرة جدا تجعلنا نعيش أحداث تجعلك تعشق هذا الفيلم. The world. Never forget who I am. ومعنا فيلم من أفلام دراكولا المظلومة. حالات هذا الفيلم كتابيا يعتبر جيد والأحداث جدا ملفتة. الفيلم يتكلم عن الأمير اللي يتمنى أن يكون قوي جدا لإنقاذ زوجته، يقرر التحول إلى دراكولا بمساعدة شخص راح نعرف قصته خلال هذا الفيلم. خلال تحوله تبدأ الأحداث الرهيبة لإنقاذ زوجته. من الأفلام اللي لو ما شاهدتها طافك شيء إبداعي. You taking me to school again? Uh-huh. And picking you up. Daddy. Two planes have crashed into the World Trade Center, and an apparent terrorist attack. What is that, a part of some drill?
لو تبي فيلم أكشن وممتع هذا الفيلم لازم تشاهده اليوم. الفيلم جدا مظلوم ويستحق أن تعطيه فرصة. حالاته مثل ما قلت الأكشن والشخصيات اللي بالفيلم. يروحون فريق من القوات الخاصة إلى أفغانستان بعد أحداث مرعبة حصلت في أمريكا واكتشاف سر منفذ هذا الهجوم. الشيء اللي راح يخلينا نشاهد أكشن صعب نمل منه. ومعنا فيلم عظيم جدا وعجبني وكان من إبداع نيومي واتس. حالات هذا الفيلم يخليك تشاهد فيلم ملهم ومؤثر بنفس الوقت. يعتبر فيلم مظلوم من ناحية التقييمات ولكن بالراحة أعطيه 9/10. أعجبني جدا ولو أنت تحب الأكشن أو كثرة الأحداث هذا الفيلم مو لك. لو تعشق الأفلام الملهمة هذا الفيلم راح يعجبكم. يتكلم عن قصة حقيقية لأم تتعرض لحادث مأساوي وهي أنها طاحت من مسافة بعيدة خلتها ما تقدر على الحركة نفس أول. تبدأ قصتنا من هذه الحادثة ويبقى السؤال كيف راح تعيش هذه الأم بعد هذه المأساة؟ هذا الفيلم إذا جيت تشاهده لا تحكم عليه من البداية ولازم تعطيه فرصة. يتكلم عن أحداث حقيقية وسرد الأحداث كان ممتع. الأكشن والمغامرة كانت عنوان هذا الفيلم. في ناس مختصين في عالم النفط ومكان التنقيب في البحر وفجأة تنفجر واحدة من منصات النفط والشيء هذا ما يوقف هنا. تقوم بتسريب نفطي يعتبر الأكبر بتاريخ أمريكا. راح نشاهد أحداث محاولة النجاة. حالات هذا الفيلم انه يتكلم عن قصة حقيقية. اول ما دخلت نتفليكس تفاجأت ان هذا الفيلم موجود وقلت لازم اتكلم عنه. فهو فيلم ممتاز ويستحق الثناء ولو تعشق افلام المغامرة صدقوني هذا الفيلم راح تستمتعون فيه. احيانا تبحر عبر المحيط شيء حلو ولكن الاعصار امر مرعب ما تقدر تواجهه. تامي وريتشارد يحاولون الذهاب في رحلة عبر المحيط وفجأة يجيهم اعصار مرعب بشكل لا يمكن تصوره ويبقى السؤال ماذا سيفعلون؟